الاهلي السنه دي ان شاء الله في الدوري هيكون ليه شكل مختلف تماما. عايز تعرف ليه الشكل هيكون مختلف السنه دي؟ خلينا افكرك باللي قاله بيتسو موسيماني بعد خساره الدوري في الموسم اللي فات. تعال نشوف مستر بيتسو قال ايه. فبيرد بيقول انا اتعلمت، دفعت مصاريف الدراسيه، بمعنى انا اتعلمت، دفعت ثمن التعليم يعني. I came naive and not knowing what is happening. وصلت ساذج مصر وكنت مش عارف ايه اللي بيحصل. Not understanding the الدوري. ما كنتش فاهم ايه الدوري، الدوري المصري. Not understanding the culture of my players. ما كنتش فاهم ثقافة اللاعبين بتوعي. Didn't even understand the religion. حتى الجزء الديني، الدين ما كنتش فاهم تعاليم الدين. I didn't understand many things. حاجات كتيرة ما كنتش فاهمها لما جيت. النادي الأهلي الموسم ده هو أقوى خط هجوم في المسابقة وكمان متصدر الدوري رغم كمية المؤجلات اللي عندنا. الموسم ده طبعا الوضع مختلف، بنشوف النادي الأهلي بيكسب بالخمسة والأربعة والثلاثة كمان، وأخرها كانت قدام المقصة كانت بنتيجة كبيرة 4-0 طبعا، وكان يعني نقدر نقول إن النادي الأهلي كان مسيطر على المباراة تماما. مكاسب كتير جدا الموسم ده من الدرس اللي اتعلمه بيتسو موسيماني في الموسم اللي فات، اللي الحقيقة كنا كلنا مش راضيين عن طريقة بعض المباريات وأداء النادي الأهلي فيها، اللي كان أحيانا بيكون رد فعل وبيسجل هدف وبيحافظ عليه وبيستنى يشوف الفرقة اللي قدامه هتعمل إيه. السنة دي الوضع مختلف تماما، والنادي الأهلي من البداية كده بيوري العين الحمراء لكل المنافسين. كسبنا 3 وكسبنا 4 وكسبنا 5، لكن لسه مستنيين الستة إن شاء الله نشوفها في الدور الثاني من مسابقة الدوري. وكمان من ضمن الاختلافات الكتيرة في الموسم ده عن الموسم اللي فات هي عودة الجماهير. دلوقتي بقينا بنشوف مبارياتنا بحضور جماهيري، رغم ان الجماهير يعني لسه مش كتير قوي، لكن احنا الى حد ما راضيين ومستنيين مع نهاية الموسم تكون الاعداد بتزيد ان شاء الله، ويكون ملعبنا مليان على اخره بكل جماهير ومحبي النادي الاهلي. من ضمن المكاسب برضو هي انتاج قطاع الناشئين اللي ابتدينا بنشوفه الموسم ده بعد تألق طبعا مجموعة كبيرة من نجومنا في بطولة كاس الرابطة، اللي كانت فرصة كويسة جدا ان مستر بيتسو موسيماني يصعد شوية لعيبة صغيرة. نتيجة طبعا التصعيد دوت والثقة اللي اداها للعيبة الصغيرة دي، بنشوف زياد طارق النهاردة بيسجل أول أهدافه في مسابقة الدوري، واحد من أصغر لعيبة النادي الأهلي اللي بتسجل في المسابقة، عنده 21 سنة دلوقتي، مواليد 2000، وما شاء الله عليه بيسجل في المشاركة الأولى ليه في مسابقة الدوري. وكمان اتكلم زياد عن تشبيهه بالكابتن وليد سليمان، والكابتن وليد نفسه لما قال عليه إن هو خليفتي. خلينا نشوف زياد قال إيه ونرجع مرة تانية. طبعا ده شرف ليا ان كابتن وليد يقول حاجه زي كده، يعني حاجه كبيره جدا ومسؤوليه كبيره، واتمنى ان انا اقدر احقق نص اللي كابتن وليد سليمان عمله يعني. وقبل ما نختم خلينا افكركم بسؤال حلقتنا. سؤال حلقه النهارده هو عن واحد من محترفينا الكبار جدا اللي احنا بنعتبرهم واحد من ابناء النادي الاهلي في الوقت الحالي. المحترف المميز ده توج مع النادي الاهلي ب 21 بطوله، منها 3 دوري ابطال افريقيا. الراجل المهم ده رغم انه ما كانش هداف الا انه كان مؤثر مع النادي الاهلي في كل البطولات دي، بدا مشواره في وجود ياسر رضوان ومحمد عماره وختمه بوجود اينو وكمان جده وسعد سمير. يا ترى مين هو؟ وكمان قبل ما نختم خلينا افكركم باجابه سؤال الحلقه اللي فاتت، كان في شويه كده يعني لغط حوالين الاجابه، كان في ناس متلخبطه كتير، لكن اجابه سؤال الحلقه اللي فاتت هو كان كابتننا طبعا والنجم الكبير كابتن مشير حنفي مدافع النادي الاهلي. كان معكم احمد عصام، وان شاء الله نتقابل الاسبوع اللي جاي وحلقه جديده، ويلا يا اهلي.